طرد التونسيين لقيادات حركة النهضة الإخوانية أصبح الظاهرة. مئات من الطلبة الجامعيين في تونس طردوا القيادي الإخواني علي العريض وشيعوه بالهتافات المناهضة للتيار الذي يمثله. العريض يشغل الآن منصب نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية، وسبق أن تولى رئاسة الحكومة لكنه فشلا ذريعا. كما أن العريض متهم بالتحريض على اغتيال السياسي التونسي البارز شكري بلعيد. ونحن نحمل مسؤولية قتل الرفيق شكري بلعيد حركة النهضة وقيادين في حركة النهضة ومسؤولين في الحكومة من حركة النهضة وفي مقدمتهم السيد علي العريض وزير الداخلية. طرد الطلبة التونسيين للعريض لم تكن الواقع الأولى، فقبل أسابيع طرد أهالي محافظة سوسة النائب الإخواني عن حركة النهضة العجمي الوريمي، وقبلها تعرض زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي للطرد من عدة مناطق حاول زيارتها في تونس. سخط شعبي ضد الحركة الإخوانية يؤكد أن شعبيتها في انحسار، وأن المواطنين اكتشفوا الوجه الحقيقي للحركة التي اغتالت رموز السياسة التونسية وأبرزهم شكري بلعيد الذي فضح أفكارهم المتطرفة. الناس اللي روجت الخطاب غريب جاينا من مستنقعات التاريخ ومن كهوفه واعتدت على تونس وعلى قيمها، هما اللي يمارسوا في العنف، هما اللي يمارسوا في الإقصاء، هما اللي يمارسوا في التكفير، هما اللي ضد تونس.